بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ فاتح. بسم الله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تبع الجرس من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأخرار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. قال رضي الله عنه: والكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. والصدق هذا كلام جديد، والكلام من حيث هو كلام ينقسم، يعني يتنوع إلى قسمين أي نوعين، خبر وإنشاء. فالكلام إذا تحقق مدلوله في الخارج بدونه فهو الخبر، وإذا لم يتحقق مدلوله في الخارج إلا به فهذا هو الإنشاء. فالكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. ما هو الخبر؟ الذي يتحقق مدلوله في الخارج بدونه، هذا يسمى خبر. أما الذي لا يتحقق مدلوله في الخارج إلا به فهذا هو الإيه؟ الإنشاء. يعني مثلا عندما أقول زيد قائم، فمدلول هذا الكلام ذات تسمى زيد، وقع منها حدث يسمى القيام. وكون زيد قائم هذا متحقق في الخارج من غير إخباري به، يعني سواء أخبرت أو لم أخبر فزيد إيه؟ قائم. فهذا هو الخبر، هو الذي يتحقق مدلوله في الخارج بدونه. أما إذا كان الكلام لا يتحقق إلا به، يعني بهذا الإنشاء، فهذا يسمى إنشاء. كما أقول لك أكتب، فلا يتحقق مدلول الكتابة إلا بفعل الأمر أكتب، أخرج، قم، صم، نم، الأمر والنهي والتمني كل هذا لا يتحقق مدلوله في الخارج إلا به، فهذا يسمى إنشاء. أما إذا تحقق المدلول في الخارج بدونه فهذا يسمى خبر. لكن ممكن تأتي الصيغ هي صيغ خبرية ويراد بها الإنشاء، كألفاظ العقود والبيوع. أقول لك بعني هذا الشيء فتقول بعتك، هذا يسمى إنشاء وليس خبر، مع أن اللفظ يدل على على الماضي، لأنه لا يتحقق البيع إلا
بلفظ بعتك أو بالإيجاب والقبول، وكذلك عقود النكاح وغير ذلك. زوجني فأقول لك زوجتك، هل هذا إخبار ولا إنشاء؟ إنشاء، لأن المدلول لم يتحقق في الخارج إلا بعد التلفظ. أما الخبر فهو متحقق في الخارج بدونه، سواء أخبرت أم لم تخبر. اقرأ والكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام من حيث هو كلام ينقسم، يعني يتنوع إلى قسمين، أي نوعين، خبر وإنشاء. ووجه تقسيمه إلى هذين فقط أن الشيء إما أن يتبع مدلوله أو يتبعه مدلوله، فإن كان تابعا كان خبرا، وإن كان مدفوعا كان إنشاء. يعني الخبر يتبعه مدلوله، فإن كان تابعا كان خبرا، وإن كان متبوعا كان إنشاء. قال معناه شيخ سعد الدين. نعم. فالخبر من حيث هو خبر تعريفه ما أي الذي كالجنس شامل له وللإنشاء. يعني كلمة ما في تعريف الخبر هذا تنزل في التعاريف أو في الحدود منزلة الجنس، ما، لأنه يقال في أي شيء ما، يعني الذي كالجنس وليس هو بجنس، شامل له وللإنشاء، لأن الإنشاء يقال فيه ما أيضا، والإنشاء ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني إذا كان الكلام ينقسم إلى إلى خبر وإلى إنشاء، وقد عرفنا الخبر وعرفنا الإنشاء. والخبر يحتمل، يعني يقبل الصدق، يعني المطابقة، مطابقة الخبر للواقع، ويحتمل الكذب. أما الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا ولا الكذب لذاته، وإنما يمكن أن يحتمل لأمر آخر غير غير ذاته. ولهذا قيد في تعريف الخبر والإنشاء، قيد بهذا اللفظ اللي هو لذاته. يحتمل يعني يقبل الصدق وهو مطابقة الخبر للواقع، ويقبل الكذب فهو عدم مطابقة الخبر للواقع. وما هو المعيار في أن هذا صدق وأن هذا كذب؟ هو المطابقة للواقع، يعني ننظر إلى الواقع، لا شأن لنا بالمتكلم أو بالمتحدث. هو يقول هذا ذهب، والواقع أن هذا ذهب فعلا، فيكون الكلام صدق. الواقع أن هذا فضة أو نحاس أو خشب، فالكلام كذب وانتهى الأمر. يبقى الواقع ثابت في نفسه، يقاس عليه، وإن كانت العبارة هنا المطابقة في اللغة مفاعلة من الجانبين، يعني كما أن الخبر أو الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فكذلك نقول ومطابقة الواقع للخبر، لأن المطابقة مفاعلة من الجانبين، إلا أننا لا ننظر إلا إلى جانب واحد فقط، وهو ما الذي ننظر إليه؟ المطابقة للواقع، يعني هل الكلام موافق للواقع، ولا نقول هل الواقع موافق للإيه؟ فالواقع هو الميزان، وهو المعيار. فصل يخرج به الإنشاء، كالأمر نحو قم، والنحي نحو لا تقم،
والنداء نحو يا زيد، والتمني نحو ليت لي مالا فأحج منه. إذن الصدق مطابقة الخبر للواقع، خلاص، ويقبل الكذب، يعني الخبر يقبل أحد أمرين، إما الصدق وإما الكذب، والصدق هو مطابقة الخبر لإيه؟ للواقع، أما الكذب هو عدم المطابقة. هذا هو إيه رأي أو مذهب مين؟ أهل السنة، يعرفون الصدق والكذب بمعيار الواقع، ولا ينظرون إلى الخبر الساذج، أو لا ينظرون إلى اعتقاد الشخص، فقد أخبر عن شيء فأكون صادقا بحسب ما أعتقد، ولكن لست بصادق بحسب الواقع. يعني أنا أعتقد أن هذا عصير، عصير هذا إيه؟ شكل عصير التفاح، فأنا أقول هذا لا، لم أنظر إلى هذه، أو هذه ليست موجودة، أن هذه هي قرينة تدل على أنه إيه؟ شاي، فننظر إلى هذا دون هذه، فيعتقد أنه عصير أو خمر، فأقول هذا خمر وأنا أعتقد ذلك، فبحسب الاعتقاد صدق، وبحسب الواقع كذب. لكن ما هو المعيار عند أهل السنة؟ الواقع. إذن فهناك ثلاثة أقسام للصدق، وثلاثة أخرى للكذب. الخبر الذي يوافق الاعتقاد والواقع هذا قسم، يعني أقول هذا خمر وهو خمر، وهذا إيه؟ موافق ليه؟ للاعتقاد والإيه؟ والواقع. وممكن أقول هذا خمر ولا أعتقد أنه خمر، أعتقد أنه عصير تفاح، فيكون في الواقع هو خمر، فيكون صدق من ناحية الواقع وكذب من ناحية ليه؟ الاعتقاد. أو أقول هذا خمر دون أن أعتقد أصلا، هذا يسمونه الخبر الساذج، هو ليس معه اعتقاد. هم كم قسم؟ ثلاثة. والكذب كذلك، الذي يخالف الواقع، سواء خالف الاعتقاد أيضا أو لم يصحبه اعتقاد. فالأقسام هنا ثلاثة وهنا إيه؟ ثلاثة. خلاف لمين؟ للنظام. النظام هذا من المعتزلة، يقول لا بد، مش النظام كده، يقول لا بد من إيه؟ موافقة الاعتقاد، لا بد من موافقة الاعتقاد. يعني عنده الصدق هو ما وافق الاعتقاد، وليس يعني يكون الإنسان صادقا أو كاذبا بحسب الاعتقاد. يعني من قال عنده إنه السماء تحتنا والأرض فوقنا وهو يعتقد ذلك، كان صادقا عند مين؟ عند النظام، لأنه هو يشترط موافقة الاعتقاد. وفيه الجاحظ على ما أظن اشترط له الاثنين معا. يبقى إذن من أخبر بشيء ولم يوافق، وافق الواقع دون أن يوافق الاعتقاد، يبقى إذن اختلف هنا. يعني الخبر الذي
وافق الواقع والاعتقاد معا فهو صادق عند الجميع، والذي يخالفهما فهو كاذب عند الجميع، والذي يوافق أحدهما دون الآخر فهو إيه؟ الاعتقاد فقط، يبقى صادق عند مين؟ عند النظام، كاذب عند مين؟ عند الجمهور. طب والذي يوافق، نعم، يبقى عنده إيه؟ حاجة اسمها الواسطة، يعني لا صدق لا يكون صادقا ولا يكون كاذبا، لأنه شرط موافقة الإيه؟ موافقة الاثنين معا، ومنهم من شرط موافقة الاعتقاد فقط. فإذا الجمهور أو أهل السنة على أن الصدق ما وافق إيه؟ الواقع. إذن فإذا أخبر الإنسان بشيء وهو يعتقد صحته والأمر في الواقع بخلاف ما أخبر به، إذا لم يكن متعمدا فهذا يسمى إيه في عند العرب؟ يسمى خطأ، لأن الكذب لا يكون إلا عمدا، فيكون إيه؟ أخطأ، لأنه لم يتعمد إيه؟ الكذب. ولهذا قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا لم أتعمد الكذب فهذا يكون من الإيه؟ من باب إيه؟ الحديث رفع عن أمتي إيه؟ النسيان والإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يلا ويدخل في الخبر بسبب تقييد احتمال الصدق والكذب لذاته ثلاثة أقسام. حيدخل إذا قيدنا باحتمال الصدق والكذب لذاته ثلاثة إيه أقسام. الأول ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا، أي بالنظر إلى ذلك الكلام وبالنظر لزائد عليه. يعني على أي حال مطلقا، يعني في جميع الصور يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذات الكلام وبالنظر لزائد عليه. وهو المخبر والمعنى المخبر به. مثاله قول قائل غير معصوم من الكذب فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، فهذا الخبر محتمل للصدق والكذب مطلقا، يعني لأن قائله غير معصوم، فممكن يكون كلامه صحيح أو صدق إذا كان فعلا فلان هذا من أهل الجنة الذي قال إنه من أهل الجنة، وفلان الذي قال إنه من أهل النار. فإذا كان هذا موافق للحقيقة فيكون كلامه إيه؟ صدق، وإذا كان مخالفا فيكون إيه؟ كذب. إذن هذا الخبر محتمل للصدق والكذب مطلقا. هي معنى مطلقا، يعني سواء نظرنا إلى صورة نسبته أو إلى مادته ومعناه أو إلى المتكلم به، يعني من جميع الحالات، يعني لأنه إلى الصورة النسبية أو إلى المادة، يعني إلى خصوص المادة أو إلى المتكلم، فيكون في جميع الأحوال يحتمل الإيه؟ الصدق والكذب مطلقا. والثاني ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى صورة نسبته فقط مع قطع النظر الزائد على ذلك. أما إذا نظرنا إلى زائد على صورة نسبته فإنه ينتفي عنه الاحتمال ويتحتم له الصدق بلا شك. يعني النوع الثاني، إذا نظرت إلى ذات الخبر، يعني إلى الصورة النسبية، إلى ارتباط المحمول بالموضوع إلى النسبة الكلامية مع قطع النظر عن يعني خصوص المادة أو عن المتكلم، مع قطع النظر الزائد على ذلك. أما إذا نظرنا إلى زائد على صورة نسبته
فإنه ينتفي عنه احتمال أحدهما، يعني يبقى القطع بواحد الصدق، ويتحتم له الصدق بلا شك. ومثاله إخبار مولانا تبارك وتعالى وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. فهذه الآية القرآنية خبر. إذا نظرنا إلى الكلام في حد ذاته دون أن نعتبر أو ننظر إلى أنه قرآن أو إلى أنه كلام الله، فهو يحتمل الصدق والكذب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعده، يحتمل أن يكون هناك نبي بعد إذا نظرنا إلى ذات الكلام. وإنما إذا نظرنا إلى زائد، وهو عصمة قائله، أي الكتاب والسنة معصومان، فعندئذ لا يحتمل إلا الصدق. هذا هو النوع الثاني. فإن نظرنا إلى نفي هذا الخبر بقطع النظر عن زائد لذلك، وجدناه يعني نفي الخبر ده يقبل الصدق والكذب. وإن نظرنا إلى زائد على ذلك أو عن ذلك، وهو كون المخبر به هو الله تبارك وتعالى ورسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم، من الكذب عقلا ونقلا، يعني ثبتت العصمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل العقلي والدليل النقلي، فإنه يرتفع حينئذ عن هذا الخبر العظيم احتمال الصدق والكذب، ويتحتم له الصدق لا غير. ومن أمثلة هذا القسم، ما هذا القسم؟ هو القسم الثاني، ما يخبر به من الأمور الضرورية، زي الواحد لو أن مثلا زيد أو علي أو أحدا من الناس قال لنا الواحد نصف الاثنين، فهذا نقطع بصدقه، لكن ليس لعصمة قائله، وليس بالنظر إلى زائد عنه، وإنما لخصوص المادة، لأن هذا أمر من الأمور الضرورية. أو انتهاء، يعني مثلا في أمر ضروري ابتداء، يعني ندرك أنه ضروري ابتداء، وفي أمر ندرك أنه ضروري انتهاء، يعني الضروري ابتداء يعني من البداية كده من أول وهلة، وفي أمور ليست ضرورية في الابتداء وإنما هي نظرية ولكنها تنتهي إلى كقول أهل الحق: العالم من عرشه لفرشه حادث، وصانعه وهو الله تعالى قديم. وهذان قسمان، القسم الأول يحتمل الصدق والكذب، والقسم الثاني يحتمل الصدق فقط، والقسم الثالث يحتمل الكذب فقط. هل في قسم رابع؟ ما هو ثلاثة، قسم يحتمل الصدق والكذب الأول ده، يعني يحتملهما، يعني صدق أو أو كذب، والثاني صدق فقط، والثالث كذب فقط، لا يوجد الرابع اللي هو لا صدق ولا ولا كذب، هذا غير موجود. نعم، ده إنشاء. نعم. والثالث ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته وصورته فقط، وإذا نظرنا إلى زائد على ذلك تحتم كذبه وارتفع عنه احتمال الصدق. ومثاله قول المعتزلة: الإرادة الأزلية لا تتعلق بالكفر ولا بالمعاصي. يعني المعتزلة يقررون في مذهبهم أن الإرادة الأزلية، الإرادة القديمة عند أهل السنة، تتعلق بالممكنات،
يعني بما يقع في أحوال الوجود وفي أحوال الموجودات من كفر وإيمان وطاعة ومعصية، فالله تعالى يريد ذلك، لأنه لو لم يرده لم يقع في الكون. فحيث إنه واقع فهذا دليل على أنه مراد لله تبارك وتعالى. وكل شيء كائن أراده، وإن يكن بضده قد أمره. فإذا كان واقع فلا يقع في ملكه إلا ما أراد. فالمعتزلة عندما يقولون الإرادة الأزلية لا تتعلق بالكفر ولا بالمعاصي، هذا إخبار منهم. فإذا نظرنا إلى الكلام في صورته وفي ذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وإنما تتعلق، يعني عندهم الإرادة تتعلق بالخير فقط، والعبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقدرة التي خلق الله فيه. طبعا معروف مذهب المعتزلة بالأدلة العقلية والنقلية أنه باطل، ونحو هذا من أخبارهم أو عقائدهم الفاسدة، ونحو ذلك من عقائدهم الفاسدة. فإذا نظرنا إلى نفس هذا الخبر فإنه يحتمل الصدق والكذب. أما إذا نظرنا إلى برهان، يعني إلى الدليل العقلي على عموم تعلق الإرادة الأزلية وعموم تعلق القدرة السرمدية، فإنه يتعين الكذب لا غير. لأنه لو لم يتعين الكذب في هذه الحالة تكون أدلة أهل السنة باطلة. ومثل هذا الخبر بخلاف المعلوم ضرورة، يعني مثل كلام المعتزلة من يخبر بخلاف ما هو معلوم بالضرورة. يعني إذا قال لنا أي أحد من الناس، حتى لو كان يعني من الأولياء الصالحين، وقال لنا الواحد نصف الأربعة، فإنه يكون من الكذابين مهما كان. لو أخبر بذلك يكون كاذبا، حتى لو أخبر به نبي من الأنبياء، ولكن الأنبياء لا يخبرون بما هو مستحيل عقلا، لأن المعجزة تتعلق بالأمور العادية، يعني أمر خارق للعادة، فلا يمكن أن يخبر. فعلى فرض أنه أخبر به لا يكون صدقا، يعني لا نقول كذبا حتى يعني من باب الأدب فقط، لكنه إخبار بما هو مخالف للمعلوم الضروري. يعني أي إنسان يقول لك الواحد نصف الأربعة يكون كذب، لأن الواحد نصف اثنين وما أشبه هذا. فقد ظهر لك بهذا فائدة زيادة لفظه لذاته. يعني إذا ما فائدة لفظ يعني في التعليق الخبر ما يحتمله الصدق والكذب هي فائدة لذاته، يعني معناها هذا الاحتمال راجع إلى ذات الخبر وليس لأمر زائد. لأننا لو نظرنا إلى الزائد على ذات الخبر فقد يتعين صدقه أو يتعين كذبه. واضح ولا مش واضح؟ اللي مش فاهم يسأل، الذي لا يفهم يسأل. فقد ظهر لك بهذا فائدة زيادة لذاته في التعريف المذكور. هو بيقول الشيخ فقد ظهر لك فائدة بهذا فائدة زيادة لفظ لذاته. يعني هل سؤال، لو أننا قلنا لا داعي للإطالة من باب التخفيف نحذف لفظ لذاته، هل سيختل الكلام أو لا؟ هيختل طبعا. فلا بد من، يعني يقول لك أنا لا أتكلم عن المخبر أو عن القائل أو عن خصوص، أنا أقول لك ذات الكلام، يعني الكلام
في ذاته بصرف النظر عن كونه قرآن أو إنجيل أو كلام نبي أو كلام، أنا أنظر ليه؟ للخبر في ذاته. لأنه لو أسقط لما تناول التعريف إلا القسم الأول وهو ما يحتمل الصدق والكذب مطلقا. يعني مثلا واحد من الطلبة من زملائكم قال لكم غدا فيه عطلة، ليس هناك جامعة أو ليس هناك تدريس، فأي واحد فيكم يقول يمكن يكون في شيء لا نعلمه؟ يعني إذن حدث عنده إيه؟ احتمال، رغم أنك إلى هذه اللحظة تعلم أن غدا إيه؟ إن شاء الله فيه دراسة أو فيه عمل، ليس هناك إيه؟ عطلة. ولكن إذا أخبرك إنسان يبقى أنت إيه؟ إذا نظرت إلى ذات الكلام فهو يحتمل إيه؟ الصدق والكذب، لكن زميل آخر يقول لك هذا كذب. لماذا؟ لأنه نظر إلى زائد وهو المخبر ويعلم أو جرب عليه الكذب فيقول لك لا تلتفت فهذا كذب. ليه؟ لأن الذي يخبر به كذاب. ما الذي جعلك تعرف أنه كذاب؟ أنه جربه في كثير من الأمور فوجده لا يقول إلا الكذب. نعم. ويكون حينئذ هو غير جامع لخروج الاسمين الآخرين منه. يعني لو أنك حذفت أو أسقط كلمة أو لفظ لذاته سيكون التعريف غير جامع. خلاص كده؟ ليه؟ لأنه حيخرج منه القسمان الآخران، لأن القسمان الآخران واحد فيهم يحتمل ليه؟ والثاني يحتمل، وأنت تقول يحتمل الصدق والكذب، وهذا لا يحتمل إلا الصدق وهذا لا يحتمل، فيصبح التعريف لا يشمل إلا قسم واحد فيكون تعريف غير جامع. نعم. ويخرج أيضا بهذا التقييد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب لا من حيث ذاته. يعني أيضا بهذا القيد اللي هو إيه؟ لذاته حيخرج الإنشاء، فالإنشاء أيضا الإنشاء تعريفه إيه؟ الإنشاء لا يحتمل الصدق والإيه؟ ولكن لذاته، لأن الإنشاء ممكن يحتمل الصدق ويحتمل الكذب بس لأمر آخر غير ذات الإنشاء. يعني مثلا أقول لك إيه؟ اسقني، اسقني هذا الماء، هذا خبر ولا إنشاء؟ طب هل هذا يحتمل صدق وكذب؟ لا، لذاته، لأنه كلمة اسقني يعني هات ماء، فهذا لا يحتمل صدق ولا كذب. لكن قد لا أكون أريد الماء وإنما أريد أمرا آخر فهذا كذب. يعني أقول لك هات الماء لأصرفك عن أمر آخر أقول لك هات الماء وأنا لا أريد الماء وإنما أريد إيه؟ أن أصرفك. أو أقول أخرج من هنا لتقابل فلانا، أخرج دي أمر فأنت تخرج ولكن ليس لغرض لقاء فلان، هذا أمر آخر غير ذات الإيه؟ غير ذات الإنشاء، لأن الإنشاء لذاتي لا يحتمل صدق ولا كذب إلا إذا إيه؟ كان قائله يريد به أمرا آخر. ويخرج أيضا بهذا التقييد الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب لا من حيث ذاته بل من لوازمه الخبرية، فلولا هذا التقييد لكان التعريف غير مانع. يبقى إذن يخرج أيضا بهذا التقييد، يعني شوف كده في فائدة، كم فائدة في ذات؟ ثلاثة. أول شيء لو أسقط لا يتناول الإيه؟ إلا القسم الأول، حيبقى غير جامع.
وبهذا التقييد ما الذي حدث أيضا؟ خرج لي الإنشاء الذي يحتمل الصدق والكذب، وقلنا إن الإنشاء تعريفه أصلا لا يحتمل الصدق، بس لا يحتمل الصدق والكذب من حيث ذات، إنما إذا ضممنا أمرا زائدا بل من لوازمه الخبرية، لأنه يلزم، يعني هذا شيء خفي، يلزم من الإنشاء الخبر. يعني عندما أقول لك اسقني الماء فيلزم من ذلك أني أخبرتك بأني في عطش، يعني يلزم من الإنشاء الخبر، وقد أكون لست عطشانا فيكون كذبا، أو أقول لك أريد الأكل وأنا لست، يعني أنت تفهم من هذا أني أخبرك بأني جائع وأنا لست جائعا، يبقى هذا يعتبر كذب بس لأمر زائد وليس لذات الإنشاء، بل من لوازمه الخبرية. فلولا هذا التقييد يعني بلفظ لذاته لكان التعريف غير مانع، والتعريف من شروطه أن يكون جامعا مانعا. ولما فرغ من الخبر شرع في الإنشاء فقال: والإنشاء من حيث هو إنشاء تعريف ما كالجنس شامل له ولغيره. يعني عندما قال ما، هذا يعني بمثابة الجنس، يشمله ويشمل غيره، أي الكلام الذي لا يحتمل، يعني لا يقبل صدقا ولا يقبل كذبا. فصل: يخرج به الخبر لأنه يحتمل الصدق والكذب بخلاف النظر لذاته، أي لصورته وحقيقته. ومثاله الأمر، يعني مثال الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، كل هذا إنشاء وليس وليس خبرا. ومثاله الأمر نهو قم وافعل، والنهي نهو لا تقم ولا تفعل، والاستفهام نهو هل قام زيد، والتمني نهو ليت الحبيب قادم، والنداء نهو يا الله ارحمنا ويا رسول الله أغثنا. طبعا هنا يعني لما تقول قم ده أمر، هذا لا ليس ليس صدق ولا كذب، هذا إنشاء. يعني عندما أقول لك قم تقول أنت صادق أو أنت كاذب، لا، لأنه ليس هناك إخبار. وكذلك افعل ولا تفعل، هل قام زيد، والتمني ليت الحبيب قادم، ليت الشباب يعود يوما، والنداء يا الله ارحمنا ويا رسول ويا رسول الله أغثنا. لكن هذا طبعا على يعني اعتقاد السلفية، هذا يعتبر شرك. كيف تطلب، كيف تستغيث بغير الله؟ فالاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه من الأمور، ولا يحتاج ذلك إلى استدلال. يعني حنقيم الأدلة لكن نضطر أحيانا إلى توضيح الواضح. يعني مثلا لو كانت الاستغاثة من الشرك، وذكر في القرآن الكريم أن رجلا من بني إسرائيل استغاث ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث، يعني هذا الرجل طلب باللفظ فاستغاث. فكيف تكون الاستغاثة بالعباد أو بالناس شرك، مع أنها مشروعة وموجودة؟ فاستغاثة. وأما
الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، زي إيه؟ غفران الذنوب والهداية وإنزال المطر، هذا لا يستغاث فيه إلا بالله، إلا إيه؟ إذا كان هناك إيه؟ يعني وجه لذلك، يعني وجه إيه؟ مجازي وليس إيه؟ على الحقيقة. فأخرج الطبراني في الكبير أنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق نفسه: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه، إذن فنوجه كلام النبي صلى الله عليه وسلم توجيها صحيحا، أنه في بعض الأحوال يجوز الاستغاثة أو التوسل به صلى الله عليه وسلم، وفي البعض لا يجوز. فنفرق بين ما أذن الله تعالى فيه أو ما كان صلى الله عليه وسلم هو سبب له، وبين ما هو لا يقدر عليه إلا الله. أما إسناد الاستغاثة إلى غيره سبحانه وتعالى فهو من باب المجاز، لهذا قال العلامة تقي الدين السبكي في كتاب شفاء السقام في التوسل أو في الاستغاثة بخير الأنام، قال: أعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين. هذا كلام الشيخ ابن حجر، نقله عن كلام الشيخ السبكي وفي كتاب شفاء السقام وكتاب الجوهر المنظم لمين؟ الإمام ابن حجر، كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للعلامة الشوكاني، ذكروا فيه هذا المعنى، وهم من كبار علماء الأمة. الناس اللي بيتبعوا مثلا كلام ابن تيمية وابن القيم يقول لك الاستغاثة بغير الله شرك. الغريب أنه ابن القيم نفسه سمى الكتاب إغاثة اللهفان، كتابه هذا معناه إغاثة اللهفان، لمين؟ ابن القيم، مش لله يعني. ويمنع الاستغاثة ويسمى الكتاب إغاثة اللهفان، فنسوا أن هذا كلام مين؟ الشيخ نفسه، اسم الكتاب إغاثة اللهفان. يلا يا شيخ. فإن هذه الأمثلة كلها لا تحمل صدقا ولا كذبا، لأنها لم تحكم بوقوع شيء في الخارج ولا بعدم وقوع، ولهذا لا يحسن أن يقال بقائلها صدقت ولا كذبت. وإنما زاد أيضا في تعريف الإنشاء التقييد بقوله لذاته، ليخرج منه القسمان الأخيران من أقسام الخبر الثلاثة التي تقدمت في الخبر، فإن كل واحد منهما لا يحتمل الصدق والكذب، بل يتحتم في الأول منهما الصدق لا غير، وفي الثاني الكذب لا غير. فلو انتصر في تعريف الإنشاء على قوله ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لدخل فيه القسمان من أقسام. يبقى إذن لابد من زيادة لذاته في تعريف الخبر وفي تعريف الإنشاء، فلو حذفها من تعريف الخبر يخرج قسمان، ولو حذفها من تعريف الإنشاء يدخل قسمان، فلا بد من الانتباه إلى هذا. لدخل فيه قسمان من أقسام الخبر، ويكون التعريف حينئذ غير مانع،
فبزيادة تقييد نفي احتمال الصدق والكذب بالذات خرج منه القسمان لأنهما يحتملان الصدق والكذب بالنظر إلى ذاتهما فهما إذن خبر لا إنشاء. نعم. ويدخل في الإنشاء بهذا القيد الأمر لشخص بأكل الطعام مثلا. يعني مثلا شوف كده أنا حأمر شخص كل. يعني أجيب طعام وأقول له إيه كل. ده يعتبر إنشاء الأمر لشخص بأكل الطعام مثلا إذا كان الآمر يتمحل أي لا يريد من المأمور أكلا وليس عنده ما يأكله أصلا وإنما حصل له بمجرد رياء ونحوه. يعني تتمحل يعني تظهر أنك كريم يعني تقول للشخص لا تخرج انتظر تعشى معنا وليس هناك طعام فالرجل يتحير تقول له كل ويمد يده فلا يجد شيئا فهذا اسمه تمحل لأن الآمر هنا لا يريد أن تأكل لأنه لا يوجد أكل وإنما يريد أن يقول للناس والله أنا قلت له كل وهو لم يأكل يعني ممكن يروح مثلا يغضب ويقول للناس ما جاءني يعني زرته في بيته فلم يقدم لي طعام فيقول أنا قلت له كل هو الذي لم يأكل هو الذي امتنع عن الأكل الرجل كيف يأكل وليس هناك طعام فهذا يسمى التمحل تقول والله العظيم قلت له كل ما الذي قدمته يا ممكن تقول لي اشرب وليس يوجد الماء وأقول أنا قلت له اشرب هو الذي أبى هذا يسمى تمحل يعني يراد به الرياء فهذا يدخل في الإنشاء فإن هذا الأمر يحتمل الصدق والكذب باعتبار ما دل عليه العرف من الإخبار بالأكل والكذب فيه وأما من حيث ذاته فلا يحتمل صدقا ولا كذبا يبقى إذن الأمر هنا اللي هو الإنشاء يحتمل الصدق والكذب باعتبار العرف يقول لك هذا الرجل كذاب لا يريد أن يطعمني ولا يريد أن يسقيني بل يتمحل وأما من حيث ذاته فلا يحتمل صدقا ولا كذبا فلولا التقييد بالذات في تعريف الإنشاء لخرج هذا الأمر ونحوه من الإنشاء المحتمل للصدق محتمل الصدق والكذب باعتبار لوازم الخبر ويكون التعريف حينئذ غير جامع فقد أصلحت هذه الزيادة طرد التعريف وعكسه في الإنشاء والخبر يعني لأن التعريف بيقول لك لا بد أن يكون مضطرد ها ومنعكس فهذه الزيادة هي التي أصلحت أن يكون مضطردا ومنعكسا فلولا الزيادة ما كان مضطردا وما كان منعكسا وما كان جامعا وما كان مانعا ولما فرغ من الكلام على الخبر والإنشاء وأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب شرع في تعريف الصدق فقال والصدق عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر ده عند مين؟ عند أهل السنة وافق الاعتقاد أم لا؟ والكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر خالف الاعتقاد أو لا؟ فاللي احنا بدأنا فيه في البداية ان الصدق أهل السنة ينظرون الى الواقع الى نفس الأمر فعندهم الصدق هو مطابقة يعني موافقة الخبر الذي عرفته فيما سبق لما في نفس الأمر قال السيد في حاشية المطالع فأما نفس الأمر فهو إيه معنى كلمة نفس الأمر نفس الأمر يعني نفس الشيء والأمر هو الشيء ومعنى لما يقول لك نفس الأمر يعني نفس الشيء ومعنى كون الشيء موجودا في نفس الأمر أنه موجود في حد ذاته
أي ليس وجوده وتحققه وثبوته متعلقا بفرض فارض ولا اعتبار معتبر. يعني أقول لك هذا الكوب موجود في نفس الأمر، سواء أنا افترضت وجوده أو افترضت عدم وجوده أو نفس الأمر، يعني نفس الشيء بقطع النظر عن افتراض المفترض أو اعتبار المعتبر. لأنه ممكن تقول لي أريد منك مثلا مالا، فأقول لك المال موجود وهو ليس معي، بمعنى أني افترضت وجوده، أو أقول لك خلاص اعتبر أنك أخذت هذا المال. طب هل الاعتبار هو أخذته حقيقة؟ لا، إنما لما أقول لك المال خذه في نفس موجود في نفس الأمر، المال أمامك، هذا معنى كلمة نفس الأمر، يعني نفس الشيء دون افتراض مفترض أو اعتبار معتبر. قال سيدي قدار الراشدي: وهذا حقيقة الصدق من حيث هو. وأما الصدق الواجب للرسل عليهم الصلاة والسلام فلا بد أن يكون مطابقا لما في نفس الأمر ومطابقا للاعتقاد، إذ يستحيل أن يكون ذلك. يعني اللي هو يعني عاوز يقول لك ده تعريف الصدق، كلام الشيخ اللي ذكره الشيخ قدار الراشدي من بلاد تونس أو المغرب، بيقول هذا هو تعريف الصدق من حيث ذات الصدق، لكن ليس هذا هو تعريف الصدق الواجب للرسل. لأنه تعريف الصدق من حيث هو موافقة الخبر للواقع، ولا يشترطون أن يوافق الاعتقاد. هذا بالنسبة للتعريف العام. أما بالنسبة للرسل فلا بد أن يوافق الخبر الواقع والاعتقاد، لأنه يستحيل أن يخبروا أي الرسل عليهم الصلاة والسلام بشيء يخالف اعتقادهم، أو أنه يكون موافقا للاعتقاد دون الواقع، أو الواقع دون دون الاعتقاد. هذا هو الصدق الواجب في حق الرسل. ليه؟ لأنهم عليهم الصلاة والسلام مؤيدون بالمعجزات، ويستحيل أن يصدقهم الحق سبحانه وتعالى ويكون خبرهم مخالفا للواقع أو للاعتقاد. وسواء وافق المطابق الاعتقاد كقول السنة الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد ولا أثر لقدرة العبد، أم لا يكون موافقا بل كان مخالفا لاعتقاده، كأن يصدر ذلك القول من المعتزلي بحضرة أهل السنة على سبيل التخفي لبدعة. يعني ممكن أنا من أهل السنة فأقول كذا: الله تعالى خالق لأفعال العباد ولا أثر لقدرة العبد، يعني في خلق أفعال العباد، فيكون كلامي صدق. ليه؟ لأنه موافق للواقع. وأنا أعتقد بخلاف لو صدر هذا القول من واحد معتزلي على سبيل التخفي، يبقى هذا الكلام عندما أقول المعتزلي الله خالق لأفعال العباد يكون هذا صدق من حيث الواقع وكذب من حيث الاعتقاد. فإن قلت يرد على الحج لزوم الدور بأخذهم الصدق في تعريف الخبر، حيث قالوا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالجواب إن التعريفين المذكورين لوزيان، وقد صرحوا بأنه لا يرد عليهما الدور أصلا. يعني هنا يقول لك أنتم إذا لما تعرفوا الصدق تقولوا تعريف الصدق موافق الواقع، مش كده؟
لما تيجي تعرف الخبر تقول ايه ما يحتمل الصدق والكذب، يبقى معنى كده هذا فيه دور. قل له التعاريف اللفظية لا يدخلها ايه الدور، لأن الدور هنا في الألفاظ وليس في المعاني، والدور الباطل هو الذي يكون فيه توقف معنى على معنى يتوقف عليه، إنما هذا فيه في الألفاظ. وقد صرحوا بأنه لا يرد عليهما، يعني على التعريف اللفظي أو التعريفين اللفظيين لا يرد عليهما الدور أصلا، ولعدم اشتراط المطابقة للاعتقاد في حقيقة الصدق. أول أهل السنة قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن ما قالوه صدق، ولا يضر عدم الموافقة للاعتقاد على أصلهم، فلذا صرفوا التكذيب فيها إلى غير المشهود به مما تضمنت الشهادة من الخبر بمطابقة ألسنتهم لقلوبهم فيما أخبروا به من الرسالة. ولا شك أن هذا الخبر الذي تضمنته الشهادة غير مطابق للواقع، فصح تكذيبهم فيه. يعني بقول لك عشان من أجل أن أهل السنة لم يشترطوا في الصدق، اشترطوا فيه موافقة الواقع فقط، لم يشترطوا موافقة الاعتقاد، فلأجل هذا أول، لأنه الآية الكريمة إذا جاءك المنافقون كأنها تؤيد رأي مين؟ تؤيد رأي المعتزلة. ليه قالوا يبقى كلام المنافقين موافق لإيه؟ ها؟ موافق للواقع مش للاعتقاد، حرام عليه. موافق كلام المنافقين إذ قالوا نشهد إنك، موافق للواقع، صح ولا؟ والقرآن قال عليه كذب. ليه؟ لأنه مخالف للاعتقاد. يبقى كده الآية بتنصر مين؟ ها؟ بتنصر رأي المعتزلة. وعشان كده أهل السنة أول أهل السنة إيه؟ الآية. ليه؟ لأنه ما قالوه صدق، فكيف يقول الله تعالى عنه كذب؟ ليه؟ لأنه إيه؟ غير موافق للاعتقاد. فعشان كده صرفوا التكذيب مش لإخبارهم بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإنما صرفوا التكذيب فيها إلى غير المشهود به، نشهد إنك، يعني شهدوا بالرسالة، فشهادتهم بالرسالة ليست كذب وإنما صدق. إنما الكذب فين؟ فيما تضمنته الشهادة من الخبر بمطابقة ألسنتهم لقلوبهم فيما أخبروا به. ولا شك أن هذا الخبر الذي تضمنته الشهادة غير مطابق للواقع. يعني هم قالوا إيه؟ قالوا نشهد، والشهادة لازم يكون فيها مطابقة اللسان للقلب، وهذا في الواقع غير موجود. يبقى إذن رجع الكلام إلى تأييد مذهب مين؟ أهل السنة. فبس إيه؟ بس هذا يحتاج إلى تأول. أما لو خدنا كده بالآية من أولها حنؤيد مين؟ حنؤيد وذهب النظام. وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر للاعتقاد، وافق ما في نفس الأمر أولى. لا، عن النظام ده بيقول والله الصدق عنده مطابقة الخبر للاعتقاد، ملناش دخل بنفس الأمر. ليه؟ يعني عاوز يقول إيه؟ لو واحد بيقول الأرض دي الأرض فوقنا وهو يعتقد ذلك، فهو عند النظام صادق. ليه؟ لأنه أخبر بما يوافق اعتقاده، ولا شأن له بالواقع. فيبقى عند النظام ده كل واحد صادق، يبقى مفيش كذب. فاللي بيعتقد إنه هبل ده إله أو موافق الاعتقاد يبقى صادق في عبادته، واللي يعتقد إنه الحجر ده ينفع صادق. هو إيه؟ ما هو المعيار عنده؟ ها؟ موافقة الاعتقاد.
فأي واحد يعتقد حاجة ويعتقدها حقيقة يبقى صادق. يعني أن الصدق عند المعتزلة هو الاعتقاد. عند النوعين هما في النظام وفي الجاحظ. الجاحظ ده الجاحظ أصعب من النظام. النظام كان رجل يعني سهل، يعني شرط واحدة بس، شرط واحد إنه الكلام أو الخبر يكون موافق لاعتقاد يبقى هو ده الصدق. أما الجاحظ قال لا، يكون موافق للواقع والاعتقاد، وأهل السنة قال يكون موافق للواقع فقط. واضح كده؟ يعني لو واحد مثلا قال كلام هو يعتقده وهو في الواقع صحيح يبقى هذا صادق عند الكل. أما إذا كان أخبر به وهو في الواقع أخبر به وهو في الواقع غير صحيح وهو يعتقد أنه غير، هذا كاذب عند ليه؟ عند الكل. بقي ليه الواسطة اللي هو لا صدق ولا كذب. يعني مثلا السماء إيه؟ السماء تحتنا. لا خلاص كده مثل يعني. السماء إيه تحتنا ده إيه عند النظام هو معتقد كده صدق، صدق عند أبو عند الجمهور كذب، أبو عند الجاحظ كذب برضه، لأنه الجاحظ شرط الاثنين خلاص كده. طب لو واحد أخبر بأن إيه زيدا صالح وهو لا يعتقد ذلك وزيد صالح فعلا، يبقى الجمهور عندهم ايه؟ صادق. طب النظام لا، النظام شرط ايه؟ شرط الاعتقاد، ولا يبقى كاذب عند النظام. طب وعند الجاحظ كاذب برضه لانه شرط الاثنين. يبقى كاذب كاذب صادق. طب لو انعكست مثلا اخبر بما يطابق الواقع وهو غير معتقد فعند الجمهور صادق طابق الواقع، وعند النظام كاذب خلاص كده، وعند الجاحظ كاذب برضو. وضحت ولا لسه؟ فخد بالك من الشرط. الجمهور قالوا الواقع، يبقى اللي يقول شيء يطابق الواقع يبقى صادق حتى لو لم يعتقد او ان اعتقد خلافه. اما النظام شرط ايه؟ ها، شرط موافقة الاعتقاد، والجاحظ شرط موافقتهما. وضحته لسه؟ يبقى إذن كلام المنافقين لما قالوا نشهد إنك لرسول الله هذا موافق للواقع، يبقى صدق عند مين؟ عند أهل السنة. وبعدين كذب عند مين؟ عند النظام. وأيضا كذب عند الجاحظ. طيب يبقى معنى كده كلام النظام والجاحظ أحسن من كلام، قالك لا، ما أهل السنة كلامهم بيأولوه، لأنه بيقولوا إنه ليس التكذيب اللي في القرآن واقع على الخبر، وإنما واقع على الشهادة. يعني الله تعالى لم يكذبهم في إخبارهم بأن محمد رسول الله، وإنما كذبهم في قولهم نشهد وهم إيه؟ لا يشهدون. وذهب الجاهل إلى أن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع مع الاعتقاد لذلك. يعني الجاحظ عنده إيه؟ يوافق إيه؟ يوافق أمرين، والنظام يوافق الاعتقاد، والجمهور يوافق الواقع. فهمناها لسه؟ ولما فرغ من تعريف الصدق شرع في تعريف الكذب فقال: والكذب عدم مطابقة يعني موافقة الخبر الذي عرفته فيما سبق لما في نفس الأمر أي الواقع. خالف الاعتقاد كقول المعتزل: العبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقدرة التي خلق الله فيه، أو لا يكون مخالفا للاعتقاد كأن يصدر ذلك القول من السني بحضرات المعتزلة. يعني معناه أنت إيه؟ انظر إلى العقيدة نفسها. يعني السني يعتقد أن الله خالق أفعال العباد، فإذا أخبر به يكون إيه؟ صادقا، لأنه مخالف موافق
الواقع والعزم. بخلاف إذا قاله مين؟ المعتزلي، لأن المعتزلي إذا قال إن الله خالق هذا مخالف لعقيدته، وارتكاب هذا الكذب المباح لدعوى الضرورة إليه، يعني ممكن هو يعتقد كذبه ويفعله من باب الضرورة أو من باب الخوف. ومن ذلك من يكره، يعني من هذا القبيل من يكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله تعالى قال في كتابه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قلت التنافي بين الصدق والكذب من أي باب هو؟ قلت من باب المساوي للنقيض، لأن الصدق مطابقة الخبر والكذب عدم المطابقة. يعني مثلا الصدق والكذب هل هما ضدان ولا نقيضان؟ أجيب يا شيخ طلحة، ضد ولا نقيض؟ قولوا. أنا لا شأن لي بمن يقول، أنا أسألك أنت لست محامي عن المعتزلة. احنا بنقولوا ضد ولا نقيض؟ لا، أو الشيخ بيقول لك من باب مش النقيض، في حاجة اسمها المساوي للنقيض. لماذا؟ لأن نقيض الصدق مش الكذب، لأنه أصل لو ده نقيض وده نقيض، لما على كلام الجاحظ يبقى في عنده حاجة اسمها الواسطة والنظام. إيه الواسطة دي؟ إنه في حاجة عنده صدق اللي وافق الواقع والاعتقاد، مش كده؟ وفي حاجة عنده كذب، وفي حاجة عنده اللي هي وافقت أحدهما دون الآخر، لا صدق ولا كذب. يبقى إذن في حاجة اسمها الواسطة. لو لم توجد الواسطة عندهم، بالنسبة لأهل السنة لا توجد واسطة، يعني الكلام يا إما صدق يا إما كذب، والمعيار واحد. أما عند غير أهل السنة يبقى في كلام صدق، اللي هو مثلا النظام يقول وافق الاعتقاد، يبقى كده صدق، خلاص كده صدق عندهم. طب الذي وافق الواقع والاعتقاد صدق، مش ما يضرش، المهم الأساس أن يكون موافقا للاعتقاد. المخالف للاعتقاد يبقى كذب، والمخالف لهما كذب. المشكلة عند مين؟ عند النظام، عند الجاحظ. الجاحظ يشترط الموافقة الواقع والاعتقاد، فالذي يوافق أحدهما ولا يوافق الآخر لا صدق ولا كذب. يبقى إذن المقابلة أو التنافي بين الصدق والكذب من أي باب هو؟ لو قلنا نقيض الصدق ليس الكذب بناء على كده، وإنما نقيض الصدق لا صدق، لأنه كلمة لا صدق تشمل الكذب والذي لا صدق ولا كذب. بدخل لا صدق، يعني معناها كذب ولا صدق ولا كذب، لأنه الذي لا صدق ولا كذب أيضا هو لا صدق، والكذب هو لا صدق. إنما لو جعلناه نقيضا يبقى ما فيش واسطة. ولذلك عندك القضية الشرطية المنفصلة كم نوع؟ ثلاثة: مانعة الجمع، ومانعة الخلو، ومانعتهما. مانعة الجمع ما هي؟ تتركب من الشيء ومن الأخص من نقيضه، زي أبيض ولا أبيض. أبيض وإيه؟ أبيض مش ولا أبيض، أبيض وأسود. نقيض الأبيض إيه؟ مش الأسود، لأنه أبيض كل ما هو لا أبيض هذا هو النقيض، والأسود أخص. فعندك أسود، أحمر، أخضر، كل ده لا أبيض، فكيف نجعل لا أبيض يعني أسود؟ لا، هذا اسمه أخص من النقيض، أخص من النقيض. وأحيانا يبقى أعم من النقيض. فمثلا عندما أقول
لا أبيض، لا أبيض أقول أسود وراح أقول لا أبيض، لا أبيض ده ليس، لأنه كلمة لا أبيض يعني معناها إيه؟ أي شيء، أو لما أقول لا أسود، لا أسود يبقى لا أسود ممكن أن يكون أبيض أو يكون غير أبيض، المهم لا يكون إيه؟ أسود، فهذا أعم. فمانعة الجمع تتركب من الشيء ومن الأخص، ومانعة الخلو تتركب من الشيء ومن الأعم، أما الحقيقية تتركب من الشيء ونقيضه. النقيض يعني النقيض على طول، يبقى إذا النقيض صدق مش كذب، وإنما هو إيه؟ ها؟ نقيض صدق لا صدق. طب ونقيض كذب لا كذب. يبقى إذن لماذا قال من المساوي للنقيض؟ يعني هذا هو إيه؟ لأنه عندما أقول مثلا صدق لا صدق، كلمة لا صدق تساوي كذب، مش كده؟ تساوي، ولكن ليست هي إيه النقيض، إنما هذا المساوي للنقيض. فالنقيض يا إما يكون فيه مساوي، يا إما فيه أكبر، يا إما فيه أقل، أو النقيض نفسه. وضحت؟ لأن الصدق مطابقة الخبر، مش كده؟ والكذب عدم المطابقة. يبقى إذن هذا مساوي للنقيض، ده مطابقة وده عدم مطابقة، يعني كأنه مطابقة لا مطابقة. يعني كلمة عدم المطابقة يعني معناها لا مطابقة. وكذا التنافي الحاصل، يعني التقابل الحاصل بين الأمانة والخيانة، أيضا من باب المساوي للنقيض، لأنه نقيض الأمانة لا أمانة، ونقيض الخيانة لا خيانة. طب والأمانة والخيانة، لأنه كلمة أنا أقول فلان ده غير أمين، يعني غير أمين يعني معناها خائن، ولا غير أمين يعني لا يؤتمن، لما هو لا يؤتمن تساوي خائن، وخائن تساوي غير أمين. ممكن يكون هو لا يؤتمن ما عندوش أهلية، هو مش خائن بس لا يؤتمن لأنه لا يتحمل. يبقى إذن لأجل هذا قال الخيانة والأمانة ده مساوي للنقيض، يعني معناها كأنه فيه نقيض آخر، يعني هذا غير أمين وفي نفس الوقت غير خائن. يعني أحديك مثال، لما أعطي الأمانة لزيد، أنت اسمك إيه؟ مروان. أدي له أمانة ولا يحفظها يبقى إيه؟ خائن. لو إن حفظها يبقى أمين. لو فرض تركت الأمانة عند حجر أو عند كلب، لا أمين ولا خائن، هيشم شمة كده، أو الحجر يخون، ها؟ لا يؤتمن، لا. يبقى إذن إيه الخيانة والأمانة اسمه مساوي للنقيض. وكذا التنافي الحاصل بين الأمانة والخيانة من باب المساوي للنقيض، لأنه قال والخيانة عدم حفظها من ذلك، لأنه ممكن تكون الخيانة يعني بالتعدي، يعني تعدى على الشيء يبقى خان، أو تكون الخيانة يعني عدم الحفظ، فجعلها عدمية، يعني اللي هي إيه؟ الخيانة. يعني الخيانة ممكن تكون إيه معنى الخيانة؟ يعني عدم حفظ الأمانة، أو الخيانة يعني التعدي. فإن جعلت الخيانة فعل يبقى إذن إيه ضد، وإن جعلتها عدم يبقى إيه مساوي للنقيض. وأما على ما فسر المصنف في الصغرى، المصنف نفسه الشيخ السنوسي في الصغرى بيقول إيه؟ بيقول فهي من باب تنافي الضدين، يعني الصدق والكذب ضدان، والأمانة والخيانة ضدان، لأنه فسر الخيانة بفعل شيء مش بعدم، والفعل وجودي. يبقى إذن الخلاف هنا قائم على معرفة الإيه؟ تعريف الضد، الضدين، ما هو تعريف الضدين؟ الأمران الوجوديان. يعني إن كانت الخيانة فعل والأمانة فعل يبقى كده التقابل بين الأمانة والخيانة من باب تقابل الضدين، وإن كانت الخيانة عدم حفظ يبقى إذن بين إيه النقيض والمساوي إيه
له بحسب إيه التعريف اللي أنت حتسلكه. واعلم أن تفسير أهل الحق للصدق والكذب، يعني لماذا الموضوع ده والإطالة في تعريف الصدق والكذب؟ ليحصل الوثوق بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكامه ووعده ووعيده وأحوال الآخرة جملة وتفصيلة، وتعلم أو نعلم بالبرهان القطعي صدقه، أي مطابقة أخباره صلى الله وسلم لما في نفس الأمر لا لاعتقاده فقط، مع جواز مخالفتها يعني بالنظر إلى ذاتها لما في نفس الأمر، وبالله التوفيق. يعني أطال النفس في هذا عشان تثق وتصدق بالبرهان القطعي إنه كل ما أخبر به الرسول صدق. إيه معنى صدق؟ يعني مطابق لما في نفس الأمر وليس مطابقا لاعتقاده فقط. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا حصدق مع احتمال يكون هذا غير إيه غير موجود. ليه؟ ده الرسول أخبرنا، يقول لك والله هو أخبرنا هو صادق بس بحسب اعتقاده، إنما احنا لا نقطع بأن الإخبار موافق للواقع ونفس الأمر وليس للاعتقاد فقط كما ذهب مين النظام، وليس لهما معا كما ذهب مين الجاحظ. بيجي واحد يقول لك ضمه كلام الجاحظ، كلام الجاحظ أحسن. يعني أهل السنة شرطوا ماذا شرطوا؟ شرطوا مطابقة أهل السنة شرطوا مطابقة الخبر للواقع. طب مش الجاحظ شرط الواقع والاعتقاد؟ قال لك ما هو الاعتقاد ده متى يؤاخذ الإنسان به؟ إذا تعمد. يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لأن الإنسان قد يقول الشيء وهو يعتقد صحته وهو غير صحيح. لا يؤاخذكم الله باللغو، أو يغلب على ظنه، حتى قال بعضهم ما رأينا الكذب كما رأيناه في الصالحين. يعني أكثر الناس كذبا هم الصالحون. ليه؟ لأنهم إذا سمعوا كلاما بحسن النية ينقلونه دون دون تثبت ويكون كذبا. يبقى إذن هو يقول الكلام بحسب يعني يظن. ولهذا حذرنا الله تعالى من الظن، فقال اجتنبوا كثيرا من الظن. فأنت لا تخبر بحسب اعتقادك، أنت تعتقد أنه هذا ولي أو هذا كذاب أو هذا لص أو هذا مثلا من أهل النار، فلا يجوز لك أن تخبر بحسب اعتقادك لأنه قد يكون خطأ. إنما لا ينبغي أن تخبر إلا بما في الواقع ونفس الأمر. طيب إذن الأمور الغيبية نحن لا اطلاع لنا عليها، فكيف نستطيع أن نحكم بأن هذا من أهل الجنة أو من أهل النار، أو هذا مؤمن أو هذا كافر، ونحن لم نطلع على ما في نفس الأمر؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله. ومن هنا نعلم أن تكفير الناس أو اتهامهم بالبدعة أو بالشرك هذا مخالف يعني كيف تعتقد، كيف تطلع، أو كيف حكمت على ما في نفسي؟ وهذا أمر لا اطلاع لك عليه. إنما ممكن أن تقول زيد قائم مثلا في مجلس علم، في مثلا احتفال، تخبر بالأشياء الواقعة التي تراها أو تقطع به بصدقها. إنما لا تخبر بما في اعتقادك لأنه قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. فإذا لم يخبرنا المقطوع بصدقه المعصوم بشيء فلا يجوز لنا أن نخبر به.
يعني متى نقطع؟ إذا جاءنا هذا في كتاب الله أو في حديث قطعي الثبوت متواتر عنه فنقوله ونحن نعتقد أنه حق وأنه مطابق للواقع، لأنه أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. بقي لكم الدرس الأخير إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين القسم الثاني والثالث في الخبر؟ ما هو القسم الثاني؟ القسم الثاني هو المقطوع بصدقه كده، والثالث هو المقطوع بكذبه. يعني يعني إذا في القسم الأول يحتمل الصدق والكذب، يعني لا نقطع بواحد منهما. أما القسم الثاني نقطع بصدقه لكن ليس لذاته وإنما لأمر زائد، والثالث نقطع بكذبه ليس لذاته وإنما لأمر زائد. يعني مثلا أخبار مسيلمة، لو قال لنا مثلا السماء تمطر أو زيد قائم أو أخبرنا، فهذا يحتمل له الصدق أو الكذب. أما دعواه النبوة فهذا لا يحتمل إلا الكذب، لكن ليس لذاته لأنه قد يكون صادق في الخبر، وإنما لا يحتمل إلا الكذب لقيام البرهان على كذبه، فهذا أمر زائد على الخبر. مفهوم؟ لا. ما فائدة تقييد الكلام من حيث هو كلام؟ هل الكلام هنا كلام الله؟ أين هذا التقييد يا شيخ محمد؟ يقول الكلام من حيث هو كلام، فين ده؟ الكلام من حيث هو كلام فين؟ يعني هو يقسم الكلام ليس من حيث إنه كلام الله، يعني من حيث ذاته. من حيث هو كلام يعني من حيث، لأن الكلام هو ما هو الكلام؟ من حيث هو كلام، هو هو كلام، وهل يكون الكلام ليس كلاما؟ فلو قال من حيث ذاته لكان رفع عنك الاشتباه الذي أوقعك فيه ثم أوقعنا نحن معك. خذ السؤال الثالث وإحنا الآن في الامتحان. ما معنى المساوي للنقيض؟ المساوي للنقيض يعني مثلا شوف أقول لك هذا الكلام غير صدق. هل معنى غير صدق يعني كذب؟ فيكون مساوي. طب لماذا لم يكن هو النقيض؟ ليه؟ لأنه الذي قاله هو الكلام في ذاته غير صدق، بس قد يكون قائله يعتقد ذلك أو لم يتعمد، فأنا لا أقول كذب، لأنه كده لو وصفت بأنه كذب حملته الإثم. إذا قلت فلان كلامه كذب فأقول هذا الكلام مخالف للحقيقة أو غير صدق، جئنا بلتمس عذر، لأنه معنى أنني قلت كذب يعني جعلته يتعمد الكذب. فقد يكون الكلام لم يوافق الواقع فيكون غير صدق، لكن لا يكون كذبا إلا إذا تعمد، فهذا مساوي، بس هو يعتبر تهذيب في العبارة. فأنت ممكن ترد على الخصم فتقول هذا الكلام غير صحيح، ولا تقول له خطأ، ما غير صحيح يعني خطأ. فشوف العبارة غير صحيح، يعني معناها الصحة ليست كذلك. فإنما إذا قلت له خطأ قد يتعصب ولا يقبل، فدائما خليك في الايه في ال يبقى كلمة المساوي للنقيض، يبقى إذا النقيض كذب، يبقى إذا نقيضه لا كذب، فهي أوسع من أن يكون صدقا، قد يكون الكلام جاء كده على عواهنه. ففي نقيض هما كام حاجة؟ ثلاثة، نقيض وهي تاني ومساوي وأعم وأخص، خلاص كده كام كده؟ نقيض ومساوي أعم وأخص كده أربعة.
يبقى إذن لما يكون عدمي يبقى مساوي، مساوي يعني إيه؟ يعني لا خيانة، لا خيانة يعني معناها أمانة، قد يكون مش معناها أمانة، لم أخن لكني لم أحفظ. يبقى الأمانة تقتضي الإيه؟ الحفظ وأنت لم تحفظ، والخيانة تقتضي التعدي وأنت لم تتعدى. فلأجل هذا نقول إيه؟ مساوي للإيه؟ للنقيض. ما الدليل على مشروعية المولد؟ الدليل على مشروعية المولد هي احتفالنا به إن شاء الله. محمد سيكتب، هل هو خبر؟ ده خبر، سيكتب وتخبر بأنه سيكتب، إنما الإنشاء أكتب، أكتب لا تكتب. التمني، ما قال التمني، النداء إيه تاني؟ الأمر، النهي، الاستفهام، إنما هنا محمد سيكتب. يبقى هذا إيه؟ ها؟ هذا خبر. كونه لم يقع بعد، لأنه الخبر بيكون يا إما في الماضي، إذا أنت لما تقول مثلا القيامة سوف تقوم، ده خبر، بس خبر فين؟ ها؟ قد ربنا يكون أطلعك على الغيب فتخبر بالمستقبل. مش في أخبار أن سلم أخبر بها وهي ستحدث بين هذا اسمه إيه؟ أخبار ولا إنشاء ده. فالخبر ليس، في ناس تفهم أنه كلمة خبر أنه معناه إيه؟ في الماضي، لا، ممكن يكون في إن شاء الله هتدخل الجنة، هذا إيه؟ خبر وليس إنشاء. إنما لما أقول لك أدخل هو قد إيه؟ إنشاء. ما الفرق بين الصورة والذات في قول الشارح ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته وصورته؟ الصورة اللي هي إيه؟ عارف الصورة، في حاجة في المنطق اسمها الصورة والمادة. فقد تكون الصورة إيه؟ يعني بص كده، هذا يعني في صورة فرس، في صورة الكلام كده لفظ، يعني الصورة اللي هي الهيئة، المادة اللي هي المعنى. يعني أقول مثلا في فرس مرسوم كده على الحائط، قل هذا فرس وكل فرس صحال، فهذا صحال. يبقى إذا هنا إيه؟ بتكلم على إيه؟ على الكلام هنا على الصورة، هو صحيح من حيث إيه؟ الصورة، لكن هذا ليس فرس، هذه صورة فرس. الصحال هو الفرس الإيه؟ الحقيقي وليس الصورة. واضح كده؟ يبقى إذن الصورة أي اللفظ، ما يتعلق بلفظ، المادة يعني المعنى. ما هو يقول لوازم الخبرية في قول الشارح عن الإنشاء وما هي صورة النسبة؟ يعني يلزم مثلا لما أقول لك إيه؟ أكتب، يعني يلزم من هذا أني سأخبر بأمر ليكتب، أو مثلا اسقني، يلزم أني أخبرك بأني، يعني هذا يلزم من لوازم وليس هو إيه؟ يعني الإنشاء يلزم منه الخبر، لأنك إذا أنشأت شيئا هذا من إيه؟ مأخوذ من أخبار، كأنك تخبر بأنك عطشان وهكذا. يعني تقول اسقني معناه إيه؟ إخبار، يعني يلزم من هذا خبر بأنك تقول إيه؟ أريد الأكل، يعني تطلب الأكل، هذا إنشاء، ولكن يتضمن أو يلزم منه إخبارك بالجوع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب قد، لكن كيف ورد في حديث اليدين أنه قال كل ذلك لم؟ طبعا هنا اختلفوا فيها، احنا شرحناها شرحا إيه كثيرا جدا. كل ذلك لم يكن، هم إيه؟ أمران، ليه؟ أن قصرت الصلاة أم إيه؟ فلما قال كل ذلك يعني مجموع الأمرين لم يكن، يعني كان واحد، فهذا صدق، لأن الذي وقع واحد ليس إيه؟ الكل، يبقى هذا صدق لأنه مطابق الواقع، أن هو نفى الكل والذي وقع البعض. واضح كده؟ أو يحمل أنه صلى الله عليه وسلم
حصل عنده السهو، والسهو على الأنبياء جائز، ولكنه ليس سهو بسبب أمور الدنيا. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، يعني كيف يسهو؟ قال: سهى عما سوى الله، فالتعظيم لله، كأن في سهوه تعظيم لله. يبقى هنا حصل له سهو بدليل أنه سأل الصحابة، يعني معناها إيه؟ حصل له نسيان، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، فممكن يحصل له النسيان. أما بالنسبة للقرآن ربنا عصم، قال: سنقرئك فلا إيه تنسى. إنما في آية أخرى خاطبه بيقول إيه: واذكر ربك إذا إيه نسيت. وقال في حديث: إني أنا بشر، حديث في الصحيح، أنسى كما إيه تنسوا. يبقى إذن إذا قال نسيانا لا عمدا، فيكون الكلام بحسب الواقع غير صحيح، ولكن بحسب الاعتقاد يكون إيه صحيح. واضح كده؟ لا. ما المراد بالشاهد والغائب في درسنا الغائب؟ إيه؟ الشاهد يعني الأمور التي نشاهدها: الأرض، السماء، الكون، الحركة، السكون. والغائب اللي الأمور التي نعتقدها غائبة عنا، ليست محسوسة. عندما نقول مثلا شاهد، يعني أنا الذي أرى أشاهده، غائب يعني لا أدركه بالدليل. واضح؟ لكن ممكن حضرتك تشرح مرة ثانية في الجامع الحقيقة مع بيان المقيس والمقيس، هذا يا ليتك أخبرت به في أول الدرس، الآن اقتربنا من أذان الفجر. ما معنى لو لم تقم به لكان نسبته إليه؟ ده السؤال ده خليه للدرس، عشان الدرس القادم حيكون خفيف، بس حطه معك في الكتاب عشان ممكن إيه نبدأ به، لأنه ده سؤال 2 3 4 5، خليه أنا أجيبه في الامتحان أحسن. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه.